حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا حسين بن محمد ابو احمد حدثنا شيبان عن قتاده حدثنا انس بن مالك ان ام الربيع بنت البراء وهي ام حارثه بن سراقه اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله الا تحدثني عن حارثه وكان قتل يوم بدر اصابه سهم غرب فان كان في الجنه صبرت وان كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء قال يا ام حارثه انها جنان في الجنه وان ابنك اصاب الفردوس الاعلى